أعضاء مجلس النواب الغرفة الأولى للبرلمان يسائلون رئيس الحكومة عزيز أخنوش حول رهانات المنظومة الصحية بالبلاد. جلسة حدد لها تاريخ 13 من الشهر الحالي، يجيب من خلالها رئيس الحكومة على أسئلة الفرق البرلمانية بعد عدم حضوره لجلسة الشهر الماضي، غياب وصفته كتل المعارضة بالهروب من المساءلة. السيد رئيس الحكومة كما لاحظنا في الدورة الأولى أنه جا جوج مرات فقط، وعلما أن الدورة فيها أربع شهور كان خصو يمتثل أربع مرات. هذه الدورة أيضا نلاحظ أنه جا مرة واحدة وبقات له إلى الله مرة واحدة في هذه الدورة هذه. هذه الأسئلة الشهرية موجهة في إطار السياسة العامة من رئيس الحكومة، واللي كتكون مرة واحدة كل شهر، وكنطلبوا من السيد رئيس الحكومة الامتثال لهذا الأمر هذا. السيد رئيس الحكومة يحضر إلى البرلمان مرة واحدة في الشهر باتفاق مع المجلسين، هذا هو الدستور. حضر في الشهر الماضي، ويوم 13 يونيو الاثنين المقبل سيكون حاضرا في مجلس النواب، وفي نهاية الشهر بحدود نهاية الشهر نشوفه مع مجلس المستشارين سيحضر أيضا للحديث في السياسة العامة. جلسة عامة مؤطرة بالدستور الذي ينص في الفصل 100 على أن يقدم رئيس الحكومة الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة أمام مجلس البرلمان الذي يعنيها الأمر، على أن تخصص لهذه الأسئلة جلسة كل شهر. بينما تعتبر المعارضة أن رئيس الحكومة يتهرب من المساءلة ويرفض الحضور، تؤكد الأغلبية أنه يحضر، لكن الإشكال الكبير يكمن في طريقة تدبير هذه الجلسة بين الداعي إلى أن يكون النقاش منصبا على السياسة العامة لتدبير حكومة السيد عزيز أخنوش، وبين الذي يقول أنه ممكن مناقشة قضايا قطاعية لكل وزير على حدة، يقوم وزير رئيس الحكومة بالإجابة على كل الأسئلة التي يطرحها النواب والمستشارين. بين انتقادات المعارضة لأداء الحكومة التي لم تكمل بعد عامها الأول، وبين دفاع الأغلبية عن حصيلتها في سياق استثنائي، يطرح المراقبون السؤال حول مدى تكامل أدوار السلطتين التنفيذية والتشريعية، بما يجيب عن انتظارات المغاربة. من شأن حضور رئيس الحكومة إلى أشغال الجلسة العامة المقررة الاثنين المقبل أن يخفف من حدة الانتقادات الموجهة إليه، وأن يفسح المجال أمامه لعرض سياسة حكومته العامة لمواجهة اختلالات قطاع الصحة، بما يضمن التنزيل الأمثل للورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية. فدور مرابطي، قناة الغد، الرباط.